وللحديث حول الانتخابات الروسية ينضم إلينا من موسكو الكاتب والباحث في الشأن الروسي دكتور باسل الحاج جاسم. أهلا بكم دكتور باسل. إلى صدر الرافدين، يعني نتائج أولية تشير إلى فوز فلاديمير بوتين بولاية رابعة بنسبة تجاوزت 70%، يعني ما الذي من الممكن تفسير هذه النسبة؟ يعني في الحقيقة هذا الفوز ليس مستقربا، ولم يكن أحد هناك يعني يتوقع عكس ذلك، ويعني كان فقط ربما الاختلاف حول النسبة التي سيصل أو سيحققها في هذا الفوز الجديد. طبعا يعني الحملات الغربية أو الأزمات المتصاعدة التي نراها في الآونة الأخيرة بين الغرب وروسيا، كل هذه يعني تعطي بوتين داخليا الكثير من الرصيد وتعزز شعبيته، يعني بحيث ينظر إليه من المواطن الروسي بأنه يعني إن صح الوصف قلعة الصمود التي تقف بوجه الدول الغربية وأطماعها واستهدافها للدولة الروسية. أيضا يمكن اعتبار هذا الفوز وهذه النسبة العالية كاستفتاء على سياسات بوتين في السنوات القليلة الماضية. طبعا في السياسة الخارجية التي هي يمكن اعتبارها كأولوية لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعني الواضح أن هذه السياسة تروق للكثير من الروس، وبات معروفا للجميع يعني أن روسيا اليوم بات لها يعني يد أو موطئ قدم في الكثير من المناطق، خصوصا في الشرق الأوسط، في شرق آسيا، وعادت يعني من جديد تلعب دور كدولة عظمى على الساحة الدولية. أستاذ باسل، هناك منظمات والعديد من المراقبين قالوا بأن هناك عملية تزوير حصلت بشكل واضح، صحبت بمقاطع فيديو نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هل كانت هذه عمليات التزوير أو عمليات تزوير هذه أو التزوير هذه يعني من الممكن أن تغير شيء فيما يخص النسبة التي وصل إليها بوتين الآن؟ نعم، في الحقيقة يعني أنا شاهدت أيضا مثلكم بعض هذه المناطق، بعض هذه المقاطع، لكن يعني لا أعتقد أنها يمكن أن تؤثر على نسبة الفوز أو على نتيجة الانتخابات بالمجمل. فواضح يعني الفروق الكبيرة بين أقرب المرشحين الآخرين مع النتيجة التي أو النسبة التي حصل عليها بوتين. لا، لكن يعني مثلكم أيضا شاهدت مثل هذه المقاطع. نعم، يعني أستاذ باسل، المعارضة في الانتخابات الروسية يبدو أنها لم تشكل شيء أمام ترشح بوتين إلى ولاية رابعة، برأيك ما الغرض من وجود معارضة في ظل انتخابات من المعروف مسبقا أن بوتين سيفوز فيها للمرة الرابعة؟ يعني هذا الموضوع ربما تحمل جزء كبير منه المعارضة نفسها، يعني لا يوجد رؤية مشتركة بين أطياف المعارضة إن كان الليبراليين أو الشيوعيين أو المستقلين، وكذلك يعني لا يوجد برنامج سياسي واضح إن كان لهم بالمجمل يعني كإطلاق مرشح واحد أو مشترك على سبيل المثال أو حتى بشكل إفرادي. كل هذا يعني يجعلها ضعيفة ولا يجعل أي أحد منهم قادر على أن ينافس يعني شخص مثل بوتين لديه هذه الخبرة الطويلة إن كان في الرئاسة أو قبلها في الاستخبارات السوفيتية. لذلك يعني الشق الأكبر ربما تتحمله المعارضة نفسها في ظل هذه الظروف اليوم التي تعيشها روسيا أو العالم ككل. نعم، في ظل الفوز بولاية الرابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعني هل هناك من تغيير في السياسة الروسية؟ من المنتظر أن تكون في السياسة الخارجية الروسية أم أنها ستبقى على ما هي عليه فيما يخص ملفات الشرق الأوسط؟ يعني في الحقيقة يعني السياسة الخارجية
ربما تكون هي الأساس لدى بوتين. بالتالي من المستبعد أن نجد أي تغيير يذكر على السياسة الخارجية، لا سيما فيما يخص العلاقات مع الغرب، ملفات الشرق الأوسط. على العكس تماما، سنجد استمرار للعب روسيا الدور ذاته، هو تعزيز ربما أماكن تواجدها والمناطق نفوذها، والمناطق التي تسعى لتكثيف أو زيادة نفوذها فيها، لا سيما في الشرق الأوسط. يعني معروف أنه هناك تراجع أمريكي وغربي في الكثير من الملفات في العالم، بقدر يعني ما تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية نجد تقدم روسي. صحيح أن موسكو لا تستطيع أن تملأ الفراغ الذي تركه الأمريكي المتعب بالمشاكل الداخلية والأزمات الاقتصادية، إلا أن روسيا تستطيع غضم الكثير من هذه المناطق ولا سيما في الشرق الأوسط. نعم، الأستاذ باسل الحاج جاسم المتخصص في الشأن الروسي كنت معنا عبر الهاتف في موسكو، شكرا جزيلا.